الدكتاتوريه نتاعها بروميز ما الكل نمشيو تيمسوا يعني الكل نمشيو لدعفور دو ما با وي برومي دونك لا بروشين بيرفورمانس لا بروشين اون فا فوار لبنى اذا كاني حاضره باش نسمعوا صوت من احلى الاصوات زاد التونسيه مثلت غنات شوفوها ساعات اون ديو ساعات اون سولو لبنى نعمان الهوية والانتماء والميول والتعبيرات الجنسية والجندرية حقوق وجب الاعتراف بها وإقرارها وترتيب الآثار القانونية الناجمة عنها وحمايتها ويمنع ويعاقب أي تمييز على أساسها ألغو الفصل 230 باش نغنيكم اغنيه صغرونه نحكي لكم عليها علاش نحبها وعلاش حبيت نغنيها اليوم سبيسيالمون اسمها بنتي سهرانه تغنيت في الكيف عندها برشا سنين يعني على الاقل فما مئات السنين ملي تغنيت تحكي على بنيه ما تحبش تعرس براجل ما تحبوش وبما انه الحب هو من ارقى واجمل واكبر حقوق الانسان فانا الاغنيه ذي عاونتها في العروض متاعي خاطر نحس اللي شوف قداش النساء قبل كانوا حراير بالحق وكانوا ما ياخذوش رجال ما يحبوهمش وما يعاشروهمش حتى كي عرسوا لهم بهم ما يعاشروهمش دونك نحب نحكي عليها المراه هذه خاطر هي بالحق المراه التونسيه اللي قاعدين يحاولوا يدجنوها دونك نغني لكم بت...